الظرف الشهيرة السادة الممثلين القصة الفرعونية المجاهدين كثيرا سيد رئيس الحس الموجود حول غدية معركة الجرف حتى نميط الغيثان بطبيعة محمد الأصنامي رحمه الله محمد الوهراني القائد من هذا المنبر وجه تحية إلى ابناء المجاهدين ابناء الشهداء كان رجلا ثوريا شارك في محطات تاريخيه عظيمه كمنفجر المول 24 مايو 1955 والذي ادى الى مقتل الحاكم او الاداري المنفذ الاداري دوبي وشارك ايضا في معركه الجرف الكبرى وهذه المحطه الثالثه ايضا في هذا اليوم معركه الجرف الكبرى التي يمكن أن نقول أنها ساهمت إلى حد كبير في وضع مسار جديد للثورة الجزائرية في بدايتها ألا هو قضية تدويل الثورة الجزائرية.